قالت مجلة فورين أفيرز الأمريكية إن مصر في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتبع نهجا في السياسة الخارجية يقوم على تحقيق مصالحها أولا، فيما وصفته المجلة بنهج مصر أولا. أضافت الدورية الأمريكية المرموقة في تقريرها أن استقلال قرارات القاهرة في سياستها الخارجية أحبط العديد من الأطراف الأجنبية، لكنه لا ينبغي أن يكون مفاجئا. كما أشارت المجلة الدورية إلى أن القاهرة قامت تدريجيا بصياغة مذهب جديد في السياسة الخارجية قائما على الالتزام الأيديولوجي برفض الإسلام السياسي واحترام المفاهيم التقليدية المتعلقة باحترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.